معكم ربي بلال ممثل طلبة الطب بوجدة باللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة. اليوم تنزيلا لمخرجات البيان المحلي الأخير الذي يدعونا لتجسيد مسيرة احتجاجية سلمية بعنوان فداك يتكويني من ساحة روما بوجدة إلى ولاية جهة الشرق. هذا العنوان خديناه وهذا المسار كذلك خديناه تجاوزا لوزارة الصحة وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لأنهم فضلوا أنهم يلجؤوا لسياسة الأذن الصماء وكذلك سياسة الهروب إلى الأمام، واتجهنا إلى ولاية جهة الشرق باعتبارها السلطة الأولى بالجهة، متجهين إلى السيد والي جهة الشرق على أنه يتدخل وكلنا ثقة فيه باش أنه يحلنا هذه الأزمة اللي راها عمرت الكلية العمومية ديال الطب والصيدلة لمدة 9 أشهر. فالطلبة ديال الطب بمعية المنتظمين اللي جاوا معنا اليوم جينا نجسدوا هذا الشكل السلمي متزامن مع الحوارات ديال اللجنة الوطنية مع مؤسسة وسط المملكة اللي تدخلت على الخط من أجل فتح هذه الأزمة. فكنتمناو يكون الخير إن شاء الله في هذه البادرة هذه، ونرجعوا للمؤسسة ديالنا ونرجعوا للكليات والأراضي ديال التدريب الاستشفائية ديالنا، لأن بكل صراحة والشعب عارف وكذلك الطلبة عارفين بأن الجهات المسؤولة، أتكلم عن الوزارتين الوصيتين، فقدنا فيهم الأمل بكل صراحة، كنا نعتبرهم هم القدوة ديالنا اللي غادي يسمعوا لينا وغادي يعطيونا الحل، ولكن أصبحوا يتهربون من هذا الموضوع. ولكم في الخرجات الصحفية ديال السيد الوزير خير ومثال، نتمنى أنه يعود للرشد ديالو، ومازال كنطلبوه يعود للرشد ديالو، حنا دائما سباقين باش أننا نجلسوا على طاولة الحوار باش نلقاو المشكل، لذلك كتبقى الكرة عندهم، إلا بغاو المشكل يتحل راه غادي يتحل، إلا كانوا باغيين يديو هاد البلاد للهوية ويصيفطونا ويصيفطونا لسنتين بيضاء فيتحملوا المسؤولية. فحنايا مازال متشبتين بالوطنية ديالنا، مازالين كنعتبروا بلي أن الوطن فوق كل اعتبار، مازال كندافع على المواطن المغربي، فالمطالب ديالنا ماشي مطالب فئوية أو مطالب عندها واحد الهدف مادي ربحي، لا، بل هي مطالب عندها علاقة بجودة التكوين ديال الطب وديال جودة التكوين الطبي والصيدلي، لأنها كتهم المواطن أولا. فإذا كان المواطن المغربي ما غاديش يتلقى علاجات ذو جودة عالية فهو اللي غادي يكون متضرر، وكذلك حتى الطبيب اللي غادي يكون خدام ما خدامش بنفسية مرتاحة فحتى هو غادي يتضرر والمنظومة غتمشي للهوية. السلام عليكم، مروان بكار رئيس مجلس طلبة الطب والصيدلة بوجدة. اليوم كنتواجدوا في هذه المسيرة، مسيرة بعنوان فداك يا تكويني، من بعد سنتين من الإضراب المتقطع، من بعد 9 أشهر من المقاطعة المفتوحة اللي توزعوا فيها آلاف الأصفار، اللي طردوا فيها ممثلين وطلبة أبرياء، واللي هالطلبة جاوا باش يعبروا فيها باللي أن بعد هاد الوقت كامل هالطلبة متشبتون بالمطالب ديالهم، وكما هما سباقين دائما لطاولة الحوار اليوم كيأكدوا على أنهم متشبتين على مقاطعة الدخول الجامعي القادم في حال عدم تحقق المطالب ديالهم اللي هي حقا مطالب اللي مشروعه، وما يمكنش اننا الطلبه نحيدوا لهم هذا التكوين، هذا ما يمكنش اننا نديروا هذه الفرزيات خصوصا في التكوين ديال الطلبه، ما يمكنش اننا نجاملوا ولا نيغوسيو في التكوين ديال هاد الطلبه، حيت هو كيساوي الرعايه الصحيه اللي غيتلقاها المواطن المغربي. الى هاد الطلبه ما قراوش 9 شهور وما دوزوش الامتحانات ديالهم وقاطعوا 5 ديال الدورات فهذا فقط حيت عندهم غيره على التكوين ديالهم وغيره على الشعب المغربي ككل. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.